الرحلة تحظى باهتمام بالغ نظرا لما تشكله من أهمية كبيرة، لعل أبرزها الأهمية الاقتصادية. النوخذ سيبدأ باختيار الطاقم الذي سيرافقه، غاصة وسيوب ومصطلحات بحرية تقليدية تحدد وظيفة كل فرد في رحلة تناغمية لا تقبل الخطأ. النوخذ راعي البلد، والسفينة يمكن ما أنا والله ما لغيره، يعني حد من التجار وحد من الأسد يعني هذول عندهم خشب، اختار له نوخذه، اختار نوخذه، يدرون فين ان هذا نوخذه، دعا راعي الحلال ضم عاد نوخذه بالسفينه. بعدين نوخذه هو يلقط الناس، يعني يلقط اليزوة فلان وفلان 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 فلان وفلان وفلان وفلان، يعني خشب مو واحد، وايدين سفن، كل واحد حبس حصل يعني حوالي 30 نفر.